دي إيه لقيت إذن يوم 13/10/2023 الحدث حق ده وبدافي ليه الناس الكونسوماتير على التليفون الموبيل. الثاني نقطة وبمشي براقب الإنستالاسيون أنا الأنتين دول في البيوت يخطوا في إكوالات وفي مكان الأطفال ده علينا قلنا نراقبوا نشوفوا ونساعدوا الحكومة والشعبنا عشان الصحة ما يقدر يمناسي نفسها. الثاني ده تمنى هم لسه قطوا قايلين في التليفون الأبل والإنترنت ده كله كده والريزو على حوان وينجينا في الفريق في الهلال وفي المدن الآخرين كلها التليفون ما يقوش وكده تعب قاي شعب قاي يتعب وشعب مين يتعب ده أني تعبان كلنا كتعبان مكان ده عشان ده دورو نساعدو إذا بستادلا قراره وقاه مع الحكومة نجات ومع الشعب يوم اللي يشيل الكارت ده نوصف له كده الريزو على حوان ويقدر يسهل له.